مشاهدينا مساء الخير. بعد قليل هيبقى معانا وزير الخارجية نبيل فهمي، هنتحدث معاه في كل القضايا. لو عاوزين تشوفوا ايه المحصلة النهائية لمواقف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، بمعنى انه هل تبدلت مواقف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية من الأوضاع في مصر؟ تعرفين انه اللهجة الى حد ما يعني اصبحت خفيفة، لكن ده ليس مطمئنا في كل الاحوال. هل ما زالت الولايات المتحدة الامريكية تتآمر على مصر لاعادة الاخوان؟ هل مواقف بعض الدول الاوروبية ايضا ما زالت مواقف متآمرة من اجل اعادة الاخوان؟ كمان قطر، هل تتآمر على مصر لاعادة حكم الاخوان؟ حماس، هل قامت بتفجير الاوضاع في مصر؟ هل في ادلة عند وزارة الخارجية تتعلق بذلك؟ تركيا، عاد السفير التركي لمصر، لكن مصر حتى الآن لم تعد السفير المصري، يعني لم ترسل السفير المصري إلى تركيا معاملة بالمثل، يعني هم أعادوا السفير وبالتالي يجب أن نعيد السفير، لكن وزير الخارجية نبيل فهمي عنده وجهة نظر حادة ومحددة تتعلق بهذه القضية. أيضا هل في أخوانا في وزارة الخارجية ولا لا؟ يعني في بعض السفراء في مصر، بعض السفراء للسفارات المصرية في الخارج عندهم ولاء تنظيمي او فكري او حتى عاطفي او تأخوانه يعني هو مش اخوان ولكن مصايرة للاوضاع تأخوان في ظل وفي عهد جماعة الاخوان وفي عهد الدكتور محمد مرسي. هل عندنا سفراء كذلك، يعني سفراء تأخوانوا أو عملوا لحساب الإخوان أو انتموا تنظيميا أو عاطفيا أو فكريا لجماعة الإخوان؟ الوزير نبيل فهمي سيجيب على هذا السؤال، خاصة أنني واجهته ببعض الأسماء وبأحد السفراء اللي كان هيتم إرساله لمكان مهم جدا وحساس لكن تراجعوا في اللحظات الأخيرة. كمان في أسئلة كثيرة ومتعددة متعلقة بأوضاعنا عموما، يعني هل نجحنا دبلوماسيا ولا لم ننجح دبلوماسيا؟ كمان من الأسئلة المهمة، والرئيس المصري كان محددا أن يذهب لإلقاء كلمة مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان سيسافر لإلقاء كلمة مصر هناك وكانت بمثابة فرصة كبيرة إلا أنه لم يذهب. لماذا سنواجه وزير الخارجية بذلك؟ وبهذه المناسبة قبل بقى ما نشوف وزير حوار وزير الخارجية في الجزء الثاني بعد المشاهد المتنوعة اللي هنشوفها بعد قليل وبعد أن نتابع معكم كل الأحداث في كل محافظات مصر، هاجي لزيارة رئيس الجمهورية للولايات المتحدة التي ألغيت. هي ألغيت ليه؟ لأنه كان قد أعلن أنه سيسافر لإلقاء كلمة مصر في الأمم المتحدة ثم تراجع عنها. هل تراجع بسبب انه الاخوان هددوا بانهم سينظموا مظاهرات في مواجهة رئيس الجمهورية اثناء زيارته للولايات المتحدة الامريكية، ولا تراجع بسبب انه كان يمكن ان يتم تنظيم لقاءات له مع عدد كبير من رؤساء الدول الا انه فشلوا في تنظيم لقاءات، يعني كانوا هينظموا لقاءات وفشلوا وبالتالي لم يسافر؟ حتى وزير الخارجية سألته عن ده وهتشوفوا الاجابة في الحوار. لكن ايا كان السبب، اعتقد انها كانت فرصة ذهبية لرئيس الجمهورية السيد عدلي منصور ان يذهب للولايات المتحدة الامريكية وفي اهم محفل دولي عالمي وفي مناسبة تتعلق بالجمعية العامة للامم المتحدة ويلقي خطابا قويا حماسيا يتعلق بانه مصر تواجه ارهابا مسلحا وانه ثورة 30/6 ثورة شعبية لا مجال للتشكيك فيها باي حال من الاحوال. لماذا اضاع رئيس الجمهورية هذه الفرصة؟ لا اعلم. اذا كانت الاسباب امنية الله اعلم، اذا كانت الاسباب سياسية بمعنى انه الاخوان هددوا بمظاهرات، المصريون في الولايات المتحدة الامريكية المؤيدون وهم اكثر لثورة 30/6 ايضا قالوا هنعمل مظاهرات حاشدة ودعونا من هنا لمظاهرات حاشدة تأييدا لرئيس الجمهورية الانتقالي لانه تأييده هو تأييد لثورة 30/6، تأييده
هو تأييد للقوات المسلحة، تأييده هو تأييد لكل الجهود اللي بتواجه الإرهاب المسلح. أعتقد أن رئيس الجمهورية أخطأ بعدم ذهابه للولايات المتحدة الأمريكية، كانت فرصة أمام العالم كله وندخل فيهم جامد ونقول لهم نواجه إرهابا مسلحا ويلقي خطابا حماسيا. لكن طبعا أعتقد لأنه رئيس الجمهورية هو أستاذ قانون في المقام الأول وهو قانوني في المقام الثاني، وبالتالي يعني هو يدقق في كلماته، يعني هو ليس من نوعية الذين يلقون خطبا حماسية أو الذين يستغلون هذه الفرص وهذه المناسبات لإلقاء خطابات من هذا النوع. لكن كنا نحتاج لكلمة قوية أمام الأمم المتحدة تقول للعالم كله نحن نواجه إرهابا مسلحا، واللي مش شايف هذا الإرهاب يبقى أعمى ولا يستحق انه يكون دولة على الارض. اللي مش شايف الارهاب المسلح الذي تعاني منه مصر يبقى اعمى. كان يمكن لرئيس الجمهورية ان يلقي خطابا قويا حماسيا يهز كل العواصم الاوروبية وفي الولايات المتحدة الامريكية وفي عكر دارهم وفي الجمعية العامة للامم المتحدة، ولكنه اضاع هذه الفرصة ربما لاسباب امنية وربما لاسباب سياسية. من المعلومات ايضا انه رئيس الجمهورية جات له تعليمات مشددة جدا ان تحركاته تبقى قليلة لاسباب امنية، وده مقنع طبعا، وانه بعض المناسبات اللي كان ناوي انه يحتفل بيها الغى هذه الاحتفالات على اعتبار انه تحركاته لابد ان تكون قليلة، لانه اللي عاوز ينسف المرحلة الانتقالية يمكن ان يستهدف رئيس الجمهورية استهدافا واضحا ومباشرا، وبالتالي حمايته هي حماية للثورة، حمايته حماية للمرحلة الانتقالية. فالمعلومات تقول انه جاءته تعليمات مشددة بانه الامن كمان يحدد تحركاته بشدة وبدقة. المعلومات ايضا اللي وصلتنا انه رئيس الجمهورية سيقوم بزيارة للسعودية والامارات نهاية هذا الشهر، وربما يوم 29/9. هذه المعلومات من مصادرنا الخاصة. وكنا تاني وتالت بقول انه كان من الافضل ان يذهب رئيس الجمهورية للامم المتحدة لإلقاء كلمة مصر. غدا الناس بقى بتتعامل مع تهديدات الاخوان باقتحام محطات المترو وتعطيل المترو، بتتعامل مع التهديدات بجدية. طيب الدولة هتتعامل بجدية مع هذه التهديدات ولا لا؟ هل هتعتبر هذه التهديدات نوعا من التظاهر والاحتجاج؟ لا، ده نوع من التخريب والتدمير. اللي يعطل محطة مترو او اللي يقتحم مترو انفاق او اللي يحاول انه يخلي محطات المترو ما تشتغلش او يمنع الناس او يعتدي على الناس، اعتقد انه يجب تطبيق القانون بشكل واضح وحاسم. وهنا مفيش حد بقى هيطلع يقولك حقوق الانسان التي تنتهك، لانه هنا انت بتعتدي على المنشآت العامة في حالة هلع وفزع عند الكثيرين. وهنحاول نعمل مجموعة من اللقاءات والاتصالات تتعلق بهذه القضية، لكن القانون هو الحل. طبق القانون على كل من يحاول تعطيل محطات مترو الانفاق، طبق القانون على كل من يحاول اقتحام محطات مترو الانفاق، وطبق القانون على كل اللي يحاول انه يعطل اي قطار من قطارات مترو الانفاق. واعتقد انه وزارة الداخلية اعلنت تهديدا واضحا وتحذيرا معلنا يتعلق بهذه القضية، هنتابعها معاكم بعد قليل. بس تعالوا نشوف نشاهد ملخصا لمظاهرات الإخوان بالأمس. Let's go.
وسع. طبعا جماعة الإخوان التي كانت تهدد دائما تستخدم سلاح الحشود وإنه نستطيع أن نحشد الملايين، بعض الناس بتتعامل مع أعداد المظاهرات على إنها كبيرة. لا، المظاهرات قليلة جدا مقارنة بإعلان الجماعة لأنها تستخدم دائما سلاح الحشد. الجماعة فقدت القدرة على الحشد، بالإضافة إلى إنه الأهالي هم الذين يتصدون لمظاهرات جماعة الإخوان كما أكدنا أكثر من مرة. تعالوا نشوف بقى المجلس الوطني التأسيسي في تونس. احنا بنهتم قوي لأنه في تونس شغالين معنا أكاذيب، وهتشوفوا بعد شوية ادعاءاتهم بأنه المساجد في مصر بتذيع أغاني لتمجيد السيسي. تخيلوا ده. بس قبل ما نشوف هذه الادعاءات، تعالوا نشوف نواب المجلس الوطني التأسيسي اللي هو المجلس اللي هيصنع الدستور في تونس، واللي حتى الآن لم ينتهي من صياغة الدستور. فدخل نواب النهضة وأعضاء النهضة اللي هم الإخوان في تونس وعملوا شعار رابعة داخل المجلس، وحطوا ملصقات، وضعوا ملصقات تتعلق بشعار رابعة، فاحتدمت المناقشة، وحتى النواب الذين ينتمون للتيار المضاد للنهضة ولتيار الإسلام السياسي قالوا لهم يعني قبل ما تتكلموا عن الشرعية في مصر اتكلموا عن شرعيتكم انتوا، احنا بقالنا سنتين مش عارفين نضع دستورا وقاعدين مصاريف وتكاليف وفلوس، فقبل الحديث عن الشرعية في مصر تحدثوا عن شرعيتكم. ونشبت هذه المشادة التي ستشاهدونها، لكن شوفوا ازاي يعني مهم جدا ان احنا بنجيب لكم هذه المشاهد عشان تشوفوا ان سقوط مشروع الاخوان في مصر عامل ازعاج شديد جدا لتونس وتركيا تحديدا. نشوف المجلس الوطني التأسيسي في تونس الذي يضع الدستور ويقوم بعملية إعداد وصياغة الدستور رفع شعارات رابعة فنشبت مشادة داخل المجلس. طيب اهتموا بأوضاعكم، اهتموا بشرعيتكم في تونس، انما رفع شعارات رابعة العدوية داخل المجلس التأسيسي بهذا الشكل زي ما شفتوا اثار غضب بعض النواب، عشان تشوفوا الانزعاج الشديد عند حركة النهضة في تونس التي تحكم تونس بسبب سقوط مشروعهم في مصر. سقوط مشروع الإخوان في مصر سيؤدي لسقوطه في تونس وسيؤدي لسقوطه في تركيا، عشان كده هم بهذا الانزعاج. مش كده وبس بقى، يبتدوا يطلعوا أكاذيب.
يعني احنا عايشين في مصر، هل في حد فيكو شاف وسمع مساجد بدلا من إذاعة الأذان أو بدلا من بس الأذان أو بدلا من أن تؤذن المساجد للصلاة فتقوم بإذاعة أغاني لتمجيد الفريق أول عبد الفتاح السيسي؟ في حد شاف أغاني الفريق أول عبد الفتاح السيسي لتمجيده يعني تذاع من المساجد؟ للأسف الشديد مواقع حركة النهضة والمحطات الفضائية هتشوفوا حتى عاملين مشهد كده للفريق أول عبد الفتاح السيسي، وإنه آدي الجوامع، يعني بدلا من أن تؤذن للصلاة بتمجد في الفريق أول عبد الفتاح السيسي. يعني شايفين الكذب وصل في بيهم لإيه؟ الكذب وصل إلى هذه الحالة. يعني طبعا بعض الناس ممكن تشوف ده أو تسمعه وتصدقه، ما هم مش عايشين في مصر، لكن للأسف الشديد كاتبين إيه بقى؟ هو موقع تابع للنهضة والمحطات الفضائية التابعة للنهضة بثت الخبر إنه مآذن المساجد في مصر تذيع أغاني تمجد في الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة، وإنه ده طبعا يعني بتذيع هذه الأغاني وبتذيع أيضا الأذان، حملة كاذبة. وتاني نشوف اللوجو اللي عاملينه لترويج هذه الحملة الكاذبة، يعني عاملين الفريق أول عبد الفتاح السيسي وكأنه يعني استغفر الله العظيم نحن نمجده وكأنه حالة ألوهية. هم بقى كاذبهم، هم بقى كاذبيهم، هم الذين يسيئون للإسلام. أنا ما شفتش ولا سمعت أبدا جامع. طب قول لنا اسم الجامع، طب خليك كده دقق معلوماتك وقول لنا ايه هو، من هو المسجد اللي أذاع أغاني تمجد في الفريق أول عبد الفتاح السيسي؟ المساجد لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن تمجيد أي شخص في المساجد. قول لنا كده اسم المسجد، وبقول لك بقى المساجد في مصر بتمجد الفريق أول عبد الفتاح السيسي. وطبعا الناس لما ما تشوفش ده ضخ للأكاذيب في كل مكان. طيب نشوف، انتوا عارفين موضوع الدلجة، القرية التي لا يدخلها الأمن، بكل وضوح وبدون خجل هنقول انه دلجة فضيحة سياسية وفضيحة بكل المقاييس، ويجب انه حل وانهاء هذه المشكلة. توجد فيها جماعات متطرفة، نعم. يوجد فيها انصار لجماعة الاخوان وللجماعة الاسلامية، نعم. يختبئ فيها عاصم عبد الماجد احد المطلوبين، نعم. لكن لما استمعنا الى الجمل والكلمات والعبارات الانسانية والقاسية جدا اللي قالها المسيحيون في دلجة، الاعتداءات الوحشية عليهم، وإلى حد أنه ثلاث أرباع المسيحيين في دلجة سابوها، يعني تم تهجير المسيحيين، ودلجة ما فيش فيها جندي واحد، يعني لو واحد قتل واحد ياخدوا القتيل ويدفنوه، هيعمل محضر إزاي؟ ومين اللي هينزل يعاين؟ ومين اللي عشان كده بيقولك إن القانون هناك، لما بسأل ايه القانون يقولوا السلاح. فبعد ما هنشوف ده، بعد ما احنا اذعنا هذا التقرير يوم الاربعاء الماضي، قناة الجزيرة اللي بتستخدم واللي بيديرها التنظيم الدولي للاخوان بوضوح، القناة التي كنا يعني في يوم من الايام بنقول عليها قناة مهنية، لكن الوضع اختلف، القناة الان بيديرها التنظيم الدولي لجماعة الاخوان. خدوها انصار الاخوان القناة عشان تضغط على المسيحيين، وضغطوا على اثنين ثلاثة، وهنعمل لكم اتصالات تتعلق بهذه القضية عشان يقولوا انه المسيحيين بخير وكل شيء تمام والاخوان بيتعاملوا معنا احسن معاملة، لانه القضايا من النوع ده بتوصل قوي للولايات المتحدة الامريكية والغرب. يعني هذا التقرير اللي احنا زعناه انتشر في كل وكالات الانباء العالمية وفي كل أجهزة التلفزة العالمية، وخدوا مقتطفات منه لأنه بيوصل لهم فكرة معاناة المسيحيين وتهميشهم وتهجيرهم وإشعال النار في كنائسهم وإشعال النار في بيوتهم. فخدوا قناة الجزيرة عشان تجمل هذه الصورة الدموية، لكن الأهالي كشفوهم وفضحوهم. بس تعالوا أستعيد معاكم دلجة التي لا يستطيع الأمن أن يدخلها والتي يعاني فيها المسيحيون.
كنيسة الأنبا أبراهام دي كانت جاهزة من رخام الأرضيات والحوائط، لكن للأسف الشديد كل اللي فيه اتنهب من كنابة، حتى الرخام اللي فيها اتكسر، وفي الاخر خالص بعد ما نهبوا اللي فيها خالص يولعوا بالنار فيها، فكل دخلناها لقيناها صماد ولقينا الكركيش فيها، لكن اي حاجة تنفع ما فيهاش الا الحوائط بس. كنيسة الست العذراء دي من القرن الرابع زي ما قلنا، ودي كنيسة أثرية من القرن الرابع الميلادي، برضو فيها خراب كتير، في مبنى خدمات حوالين الدير، الدير دير كبير، في أجهزة تلفزيونات كمبيوترات، في الكنتين، فيه المكتبة، كله مليان بالحاجات الثمينة وتمنها لا يقدر. في صور أثرية اتاخدت من كنيسة الأثرية، في مبنى اسمه مبنى خلوة، ده كان فيه سرر، وفي كان فرش جايبه سيدنا الأنبا أغابيوس، جاهز من كله، من رخام، من سيراميك، من كل شيء، من بطاطين، من فرشات، كله اتنهب ما خلوش فيه. لتحرجوا حوالين تقريبا 40 بيت ب65 أسرة، 40 بيت ب65 أسرة، كلهم من قرية جلدة. من يوم 14/8 حصل الخراب والتدمير في الدير، حتى الآن ما شفناش حتى غفير، مش هقول لك عسكري، حتى الآن ما شفناش غفير ولا عسكري بنظام على الدير. حياة المسيحيين في القرية طبعا الرعب والخوف، الرعب والخوف، وفيهم ناس كتير اتشردت من بيوتها. أنا عاوز أعيش في أمن وسلام أنا وشعبي بس. جونا ولعوا فينا وطلعنا شحاتية لحوالينا، ولا عندنا زرعة ولا رافعة، ما نعرف اللي جانا من شرق ولا من غرب ولا من بحر ولا من قبلي. طلعونا وكانوا مضرب على ناعي رموا، واحنا طالعين وقلوا اطلعوا سيبوا الحاجة في بيتكم، سمناها وطلعنا زي الشحاتين كتاود، ما عندناش حاجة. المسيحيين عايشة في رعب، وانا واحدة معي سلفة برضه، طلعوا مننا 3 عجول، وطلعوا مننا الانابيب، وطلعوا مننا كل الشيء، ما قدرناش نعيش، كنا ما نشوف عنك عينك كتاود، وشفنا حاجتنا عنك عينك، ما قدرناش نقول على دي بتاعتنا. في مسيحيين سابت البلد وماشت، عايشين عند المسلمين مش عند النصارى. اما طالب الحكومه تيجي تحمينا وتيجي ترجعنا بيوتنا، لا فيهم نور ولا فيهم ميه، وقاعدين في الشوارع، كل اللي عنده واحد قاعد عنده. احنا مسيحيين وتهجم علينا، واول حاجه تهجم على بيت البراني، طلعوا منه سعيي وجاموستي، وبعد كده دخل علي البيت التاني الجواني، تهجم علي، خد حاجتي وحاجه بيت اللي مخطوبه وحاجه بيتي، وكله خدوه. يعني عايزين امن يحفظنا ويحفظ بيوتنا زي الاول كده، ما حدش حافظنا. مسيحيين جلدة عانت معاناة في المشوار داويتي بتاع حكاية رابعة العدوية، معاناة ما فيش بعد كده تاني. ليه السبب كله في كده؟ ان احنا مسيحيين فقط لا غير. اول ايام يوم الاربعاء في فضل الاحتصام طلعوا في الجوامع وابتدى ينادوا ويقول لك انزل للجهاد. طب الجهاد في سبيل الله، انت بينك وبيننا كفره؟ في حد كفره في البلد عشان تكفر وتنزل تجاهد في سبيل الله؟ احنا اخواته عايشين طول عمرنا ما فيش اي حاجه، ايه اللي حصل؟ احنا لا يهمنا مرسي ولا يهمنا اي حد يجي، احنا عاوزين العدل، العدل بتاع ربنا، ما فيش اكتر من كده. عاوز الحكومة تنزل وتشوف الدمار، الناس مش قادرة تطلع من بيوتها، لو واحد طلع بمكنة صيني يقضي بها طلب ويجي هتتاخد منه في السكة وينزل، طلع بكريتة لأكل عيشه أو لشغله أما ينزله من عليها وياخدها، ليه ده كله؟ عشان إن هو مسيحي، عملوا إيه المسيحيين؟ دخلوا على الكنيسة، واللي تهجموا على الكنيسة غير اللي تهجموا على بيوتنا. فعبات ما لقيت حد يجيبني لقيت، جيت في الليل لقيت شقتي كلها مولعه بفرشه بهدومه بهدوم عيالي، والحاجه بتاعت محوله كلها، العزال بتاعي محول، وحتى الحيطان وقعت وحولوا وخدوا الجاموسه بتاعتنا والبهايم والرمسان،
حتى الطيور خدوها. تلقوني 4 أنفار بعربية جيب كانوا ملتمين، قطر عليا وتم اختطافه منه. بعد كده قعدت اسبوع طلبوا فلوس من اخويا وابويا وخدوها منهم، عشان كده سابوني بعد اسبوع، خدوا 180,000. انا كل اللي اطلبه ان احنا عايزين الامن للبلد بس، مش اكتر ولا اقل، عشان الناس تمشي في سلام. ده اللي عنده كشف ما قدرش يروح يكشف لجماعه. عاملين اتاوى على كل فرد، واحد الوقت ما قادرينش اولادنا، لا قادرين نطلع ولا قادرين اي حد يطلع من البيوت. بالنسبه للحاجات دي حرقوها وطلعونا من بيوتنا، وفي ناس من المسيحيين ما تمشي، ولا في كنيسه لامبا برام. عايزين امن يجي في جلده، عايشين في خوف ورعب، وكل ساعة ما يجي يطلبوا مننا فلوس، وفي ناس كتيرة طلعت من جلدة. خطف أبويا وقاعدين في خوف، وعاوزين نعمل يجي هن لجلدة. هذا التحقيق الذي كشف معاناة المسيحيين ومعاناة كل المسالمين في دلجة، هذا التحقيق انتشر في كل وسائل الإعلام العالمية وفي أجهزة التلفزة وفي وكالات الأنباء وفي الصحف. فجماعة الإخوان جابت بقى الأداة بتاعتهم، قناة الجزيرة التي يديرها التنظيم الدولي للإخوان، حتى تجمل هذه الصورة الدموية القبيحة وتقول انه مفيش مشاكل وكل شيء تمام، وان المسيحيين يعيشون في امان في دلجة. الاب ايوب يوسف كاهن كنيسة ماري جرجس بدلجة. اب ايوب اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك اب ايوب. هل قناة الجزيرة جاءت بالفعل في محاولة لتجميل الصورة وفي محاولة للإيحاء بأن المسيحيين في دلجة يعني يعيشون في أحسن حال وليست لديهم أي شكاوى؟ هل جاءوا خصيصا من أجل ذلك؟ سيدنا هم ما جوش إلى دلجة، هم مقيمين في دلجة، هم مقيمين في دلجة. نعم هم مقيمين في دلجة، مقيمين متواجدين في دلجة بشكل مستمر. متواجدين يعني ما جوش، ده هم قاعدين، هم موجودين بشكل مستمر. لا نعم الصوت يا جماعة أنا مش سامع، اتفضل. هم متواجدين في دلجة بشكل مستمر، خاصة بعد فضة السمرة أو النهضة، بيروحوا لبيوت المسيحيين اللي لم يداروا أو الكنائس اللي لم يتم الاعتداء عليها، ويصوروا معهم. طب انتوا حصل عندكم حاجة؟ طب الناس اللي يقول لا ما حصلش عندنا حاجة. طب الكنائس اللي ما حصلش حاجة دي هل حصل فيها حاجة؟ لا ما حصلش. ويخشوا يصوروا أماكن. أنا مش سامع، ممكن نواب. طب اتفضل اتفضل أبو يوسف. حاجة بقول ان هم بيروحوا من الاشخاص اللي لم يداروا من الاحداث اللي حصلت في بلجة والكنائس التي لم يعتدى عليها، ويصوروا مع هؤلاء الاشخاص ويحاولوا يظهروا ان لا بلجة كويسة وبلجة ما فيهاش مشاكل، وهي الناس طالعة بتقول ما فيش مشاكل. ولكن احنا عايزين يروحوا كنيسة لامبا برام، او يروحوا مهمة الخدمات بتاعنا، او يروحوا للستين او السبعين بيت اللي تم نهبهم وحرقهم وتهجير اسرهم، ويصوروا هذه الاماكن عشان المجتمع الدولي يشوفها. يعني طب يعني هم ضغطوا على الاهالي، على بعض الناس ضغطوا عليهم؟ انا اعتقد هذا ان بيتم في ضغط، يعني ان لازم تصور معانا، وحتى وان كان ضغط مبطن كده او ضغط يعني كده مغلف كده بمعنى صح، احنا اللي قاعدين لك هنا، حتى الحكومه اللي مش تقعد معانا على طول، فيعني يقول كلمتين وانت ما تبردش فعلا، فبيضطر الشخص انه يقول يعني ما حصلش عنده حاجه يعني. لكن بيقول هو من جواه الالم بيعتصره، لان عايز يقول لهم طب روحوا صوروا الكنائس اللي اتهدمت او البيوت اللي اتنهبت. لكن طبعا الضغط شديد، الضغط شديد، لازم يعترف بهذا يعني. طيب ابا ايوب، معاناه المسيحيين ما زالت مستمره، وتم تهجير عدد كبير من المسيحيين، بالاضافه الى انه لا يوجد جندي شرطه واحد في دلجه حتى الان.
استاذ وائل احنا وصلنا العدد النهارده ولسه ما زال بيتصاعد الى 150 اسره تركت دلجه. 150 اسره بالاسماء. 150 اسره مسيحيه. 150 اسره مسيحيه. سابوا دلجه تركوها يعني. بالظبط يا فندم بالظبط. بسبب التهديدات وبسبب القتل والذبح واشعال النار. بالظبط واصبحوا لا يملكوا حاجه في دلجه، ما عندهمش بيتهم اتنهبت وبيتهم اتحرجت، كل شيء اتاخد منهم، فبيضطروا ان هم يروحوا مثلا باي حد من يعني معارفهم واصدقائهم قرايبهم في القاهره لحد ما الدنيا تهدى. انهدت يعني انهدت، خاصه ان احنا بنناشد هو السيد وزير الداخليه ونشدنا السيد محافظ المنيا وكلمنا السيد مدير الامن وكلمنا الفريق السيسي اللي هو وعدنا ان هو يحمينا بعد ما يدور تصوير، والسيد رئيس الجمهوريه اللي ما اعرفش هل ما حدش بيوصل له المعاناه اللي بتعملها دلجه دهيه، والاعلام اللي بيصرخ كل يوم في القنوات والصحف وكل مكرو ومرئي ومسموع بيصرخ على دلجه دهيه، وكان بتوع حقوق الانسان مش ظاهرين دلوقتي خالص، مش شايفين ان حد من بتوع حقوق الانسان يعني. انا بوصل صوتك وبقول لك اي صاحب اي او اي ضمير حي لا يمكن ابدا انه ينام ودلجة تتعرض لهذه المأساة في تهجير المسيحيين بعد إشعال النار في بيوتهم وبعد إشعال النار في كنائسهم وبعد سرقة محتويات بيوتهم كمان وتهديدهم بالقتل وقتل بعضهم. يعني لا يمكن أبدا أنه أي مؤسسة في الدولة أو أي مسؤول ينام كده إلا بعد حل مشكلة دلجة. يعني هذه المشكلة لا يمكن أبدا حتى أن أنا أصدرها لأسبوعين ثلاثة قدام ولا الشهر. تظل الدولة عاجزة وتظل الدولة فاشلة إذا كانت لا تستطيع دخول دلجة وفرض سلطة الدولة عليها وحماية المواطنين. أنا بوصل صوتك وإن شاء الله يصل صوتك. هاخد أب أيوب يوسف ألف شكر، هاخد أستاذ ماجد من دلجة. أستاذ ماجد أهلا بيك. أستاذ ماجد أرمان سرسر يا فندم. مساء الخير. لا انا مش سامع صوته. استاذ ماجد مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ ماجد. استاذ ماجد مأساة دلجة ما زالت مستمرة. مستمرة حتى الآن ولا يوجد أمن رسمي دلجة حتى الآن. طيب و150 أسرة مسيحية تركت دلجة زي ما قال لنا الأب أيوب. 150 أسرة حتى الآن تركت البلد. في ضغوط عليكم؟ هل موضوع قناة الجزيرة عايشتوه اللي هو محاولة التصوير للإيحاء بأنه كل شيء تمام في دلجة؟ هم حاولوا قبل كده أمتي إن هم يعني يبينوا الصورة بره للمحافظين أو للمسكين البلد إن الدلجة ما فيهاش حاجة، لكن فشلوا في هذا، ودلجة ما زالت تعاني من عدم وجود الأمن وما فيش أمن، وطلبنا كذا مرة الأمن يعني بيصبرونا النهارده بكره بعد ساعه، وكلمنا المحافظ بدل مره كتير يقول لنا النهارده بكره بعد ساعه ومفيش امن والبلد يعني ما في. تعبنا. طيب استاذ ماجد بتوجه ليك بالشكر الف شكر. يعني زي ما انتم شايفين انه مأساة دلجة لابد ان يتم حلها. لا يمكن ابدا ان مؤسسات الدوله تظل صامته عاجزه بهذا الشكل وتبقى في مكان او في قرية لا يستطيع الامن ان يدخلها، ولا تستطيع مؤسسات الدولة ان تفرض سطوتها وسيادتها على هذا المكان. زي ما بقول لكم اللي بيقتل قتيل بيدفنوا القتيل لانه هيعمل محضر فين ولا هيعمل ايه؟ مفيش دولة، لا في لا نيابة ولا قضاء ولا في شرطة. استاذ فضل احد اهالي دلجة. استاذ فضل اتفضل. استاذ فضل. نعم استاذ فضل سامعني؟ اه سامعك يا استاذ. نفس السؤال، المأساة ما زالت مستمرة؟ مفيش دولة، مفيش شرطة، مفيش أمن؟ أيوه يا استاذ وائل، مفيش أي حاجة خالص في البلد. طيب التهديدات لسه مستمرة ضدكم؟ اه مستمرة، أي حد ما يطلع في التلفزيون ويتكلم أي كلام أما يبعت له تهديد بعد كده. بيهددوه؟ اي حد ما يطلع في اي برنامج ما يتهدد. طيب في الجوامع بقى بيهددوا ازاي؟ هل تستخدم الجوامع لاطلاق التهديدات ضد المسيحيين؟ اه
ويوم فرض الاعتصام بتاع رابعة أربع جوامع في البلد نادوا للجهاد في سبيل الله. أستاذ فضل بتوجه ليك بالشكر، ألف شكر. تاني حنظل نسلط الضوء على مأساة دلجة التي يعاني فيها المسيحيون، وبعد أن انتشر هذا التحقيق في كل وسائل الأنباء العالمية زي ما قلت لكم جابوا قناة الجزيرة عشان تحاول أن تجمل الصورة القبيحة، لكن لم يجدوا مواطنا يتحدث معهم، لأنه ما تعرض له المسيحيون في دلجة أعتقد أنه مأساة بكل المقاييس تدل على العنصرية والطائفية بالإضافة للدموية والهمجية. طيب، وإحنا بنشجع الأغاني الوطنية زي ما قلت لكم أنه الأغاني الوطنية من أهم الأسلحة التي يمكن استخدامها الآن، لأنه الفن أيضا سلاح يمكن استخدامه، ونحن نعيش حربا ضد الإرهاب المسلح، والأغاني الوطنية ممكن تكون أفضل من كل المؤتمرات السياسية، وممكن تكون أفضل من كل البرامج السياسية، لأنها تصل للناس بسرعة. وشفتوا يعني تسلم الأيادي كيف انتشرت إلى حد أنه اللي عاوز يواجه مسيرات الإخوان في الشوارع بيشغل لهم أغنية تسلم الأيادي، إلى حد أنها كمان انتشرت في الأفراح وفي كل مكان. في أوبريت عامله مدحت صالح وريهام عبد الحكيم طبعا، ويعني لم ينتهي من اعداده بشكل نهائي، يعني لم يتعرض للمونتاج، بمعنى انه الصورة اللي هتصاحب الأوبريت اللي هتسمعوه او الاغنية لسه بيعملوها، بس احنا قلنا حتى ننفرد بهذه الاغنية اللي تمت تحت اشراف الدكتور عاطف عبد اللطيف، وهتلاقوا فيها مقدمة صوتية كمان بيشارك فيها الاب بطرس دانيال. لكن هنا المهم انه الاغاني الوطنية تدغدغ العواطف، بتجمع الناس حول 30/6 وحول القوات المسلحة لمواجهة الارهاب المسلح. أوبريت جديد لمدحت صالح وريهام عبد الحكيم، هتشوفوا كمان الكلمات لاحمد شتا والالحان لوليد منير. اعتقد انه على كل الفنانين ان يساهموا في المواجهة مع الإرهاب، المجتمع المصري يواجه إرهابا مسلحا، والأغنية الوطنية يمكن أن تختصر الكثير وتكون أفضل حتى من كل المؤتمرات السياسية. تعالوا نشوف مدحت صالح وريهام عبد الحكيم في أوبريت جديد. مصر هتفضل غالية وحتفضل دايما عالية، محفورة جوه قلوبنا، هي الأولى وهي التانية. المصري في رقبته جميل، شعب أصيل وتاريخه جميل، ويا بخت اللي اتربى في بلدي واللي شرب مرة من النيل. احنا عطشنا روان النيل، وتربينا جيل ورا جيل، وتجمعنا وعشنا في خيرها، وازاي نتقسم لفصيل. احنا حكاية شعب مكافح عايش قصة حب لبلده، اتربى على ترابها الغالي، حالف يبقى مكانها العالي، يفديها بحياته وولده. جامع وكنيسة، مسلم ومسيحي، كلنا واحد بنسبح لإلهنا الواحد، ويا ريت لو نتوحد واحد. مرت بينا كتير هزات، بس احنا قد الازمات، المحنه كتير بتقوينا وتعلينا، بس هقول وباكد كلمه، دي بلدنا مهد الحضارات. الجيش والشرطه والشعب حاله بتجمعهم حب، كتله واحده، قلب واحد، عيله واحده، دم واحد. خير أجناد الأرض وحوش المصريين، بيقرب وقت الفرض تلاقيهم بالملايين، أسود بتزود عن مصر، يا شهادة يا إما النصر. ما نقولش حبة ظلم، إيه يعني حبة ألم، ضروري ندفع تمن عشان ما تعلى الأمم. إن كان حياتي تمن عشان يعيش الوطن،
هقول بحبك موت وعدي فوق المحن. الشباب طاقة وأمل، وبكرة من غير ضباب فاتح باب النجاح والبراح. بلدي والبركة في اللي جاي، غيرها من غير حساب، من دلوقتي هنرتاح. هيجي الصبح من تاني بيلمع عالجبين ضيق، مفيش خالص نهار زيه. يا وطن بعد جرحك هتتنفس وتتعافى، ونرجع تاني نتصافى، وينزاح الجدر من أرضك ويطرح في القلوب وردك. مصر بلدي أمي، بلدي الطيبين، مصر وطني حر شعب المؤمنين، ربنا على طول حافظها ليوم الدين. يا مصر تعيشي، لو في يوم واحد يقرب منا كلنا بروحنا هندفع مهرها، التراب غالي وبلد بحبها. تعيشي يا مصر تعيشي، تعيشي يا مصر تعيشي. تشوفنا انت واحدة مع بعضنا، مصر بتحلم تشوفنا متجمعين كلنا، يعني الطبيعي تبقى مصر اللي بتهمنا، مصر اللي بتهمنا. والجندي ده ابنك وابني، يالله نبني، والظابط في الشدة صاحبني، والوطنية بتقربني وبتربطني بيهم. فشعبنا وعملنا ثورة تاني مرة، وحلوت بالصبر المرة، بانت فجأة شعوبنا الحرة ومولا حميهم. ومحلت تشوفنا ايد واحدة مع بعضنا، مصر بتحلم تشوفنا متجمعين كلنا، يعني الطبيعي تبقى مصر اللي بتهمنا، مصر اللي بتهمنا. بلدي تشم هواها، تعشقها وتهواها، مصلحتنا نبتدي ونرتب بيتنا، يلا نأسس وطنيتنا، هات ايدك في ايديا. حب الوطن في القلب معنا، احساس جمعنا، بنفوت بس احنا فرعنا، على اعدائنا تحل اللعنة بالوحدة العربية. ايد واحدة مع بعضنا، مصر بتحلم تشوفنا متجمعين كلنا، يعني الطبيعي تبقى مصر اللي بتهمنا، مصر اللي بتهمنا. كل الأحرار ترجمة
مدحت صالح وريهام عبد الحكيم في أوبريت جديد قبل الإعداد النهائي للصورة المصاحبة للأغنية. بعد الفاصل هنشوف اليوم أيضا تم الوصول والتوصل للسيارة الجيب اللي كانت مع صابر عيد المتهم الذي حمل السلاح في وسط الشارع واللي أجرينا معه لقاء أثار جدلا لأنه عيط بكى يعني، فلما بكى اعتقد البعض ان احنا يعني نستجلب التعاطف معه، نحن لا نستجلب تعاطفا وفي نفس الوقت لسنا منصة قضاء. صابر عيد كان يطلق الرصاص من بندقيته، لكن اهم ما قاله تاني بسترجعه معاكو كان قال انه وجد ان مسيرة الاخوان مسلحة وفيها الكثير من الاسلحة، بل انه فيها كمان سيارة بنزين كانت معدة لإشعال النار في أي حي أو في أي منطقة أو في أي مباني. وقال كمان أنه يحمل جماعة الإخوان المسؤولية عن كل الدماء التي سالت وأنهم خدعوه، ده كلامه. أما أمام القضاء فالقضاء لا يتأثر لا بالبرامج ولا يتأثر حتى بالدموع ولا يعرف العواطف، لأنك ممكن تلاقي واحد يقتل ويبكي أمام المحكمة ويقول أنا عندي أولاد يعني. صابر عيد هتشوفوا السيارة بعد الفاصل اللي تم التوصل إليها، وهنشوف كمان مجموعة من القضايا المتنوعة والمختلفة اللي بننفرد بيها قبل ما نتابع معاكم حوار وزير الخارجية نبيل فهمي. كولا عيش انت عايش. فن ببشرتك تهتم. افضل نظافة اريال وبس. لانه خالي من الالوان والنكهات الصناعية والمواد الحافظة تويكس طبيعي طيب. اوكسي تين وايت الجديد الوحيد بتكنولوجيا تين وايت المتطورة. بياض ونظافة اوكسي وبس قدها. ارجع اسد وهات فايركتا من اي صيدلية. فايركتا اسد. ابعت رسالة فيها كلمة ديمو واسمك على رقم 95239 ديمو لكل المصري. سباركل الغذاء الحقيقي بزيت المنتا طبيعي. ما فيش حد اكتشفني. سباركل جربي هتغيري اللي تعودتي. ما تيجي نعمل حاجة بدل الملل ده. هاي الصيف راجع مع كوكاكولا. ده مش حب في البامبي، انا حد بوزن الامور بعقلي، شايفاه مناسب ليا ولكل حاجه. ده احنا ممكن نبدله باي حاجه في الدنيا ويمشي. ماشيه. تخيلي لو عريسك يوم فرحه لابس بامبي ولا اشاره المرور، ليه ما تبقاش بامبي بينك روز؟ صدقوني الحياه هتبقى احلى لو كلها بامبي بامبي بامبي. مضطره اسيبكم بقى. اختار عادي. طبعا عادي، عيش اللي بتحبيه بس اختاري لشعرك اللون اللي تستفيدي بيه. سباركل الغذاء الحقيقي بزيت المنك الطبيعي. ماشي ماشي. سباركل جربي هتغيري اللي تعودتي عليه. احتفل مع اوكسي تين وايت الجديد الوحيد بتكنولوجيا تين وايت المتطورة وبقوة الاكسجين الفعال يفور اصعب البقع ويديك بياض ونظافة مفيش زيها. بياض ونظافة اوكسي بس قد. بسكوت ديمو هيحقق لك حلمك مدام وياك. ديمو هيخليك تكسب جايزة ولا في الأحلام، عربية BMW آخر موديل. مع بسكوت ديمو تقدر تحقق كل ده. ابعت رسالة فيها كلمة ديمو واسمك على رقم 95239 وعندك فرصة تكسب عربية BMW مقدمة من بسكوت ديمو، وكمان جوائز نقدية 10,000 جنيه يوميا لمدة 30 يوم. يلا خليك فاكر، كل ما تبعت أكتر فرصتك في الفوز تكتر. مع بسكوت ديمو هتكسب. ابعت رسالة حالا فيها كلمة ديمو واسمك على رقم 95239 ديمو لكل المصريين. لو بتشوف خروف ارجع أسد وهات فايركتا من أي صيدلية. فايركتا أسد.
سيرين فضل دقيقة على الستارة. برمي سلامي على أصحابي واحد واحد بالدور، وبهدي وريح أعصابي في حاجة ما بيننا بيور. مهما أبقى أنا متصربعة لازم أعدي بحكاك أرجع شرب وأرقع، أنا كده هوصل وأطلع للنور. الفاكهة اشربها بيور. الشمس بتطلع كل يوم، ان كريمات ازالة الشعر تزيد من خصائص البي اتش في البشرة، وده بيخليها خشنة وجافة. كريم فم الجديد لازالة الشعر مع لوشن المرطب مش بس بيشيل بنعومة وسهولة اصغر الشعيرات، ده كمان معاه لوشن بخصائص البي اتش اللي بتعيد للبشرة توازنها ونعومتها. لبشرة نعمة كل فم ببشرتك تهتم. زمان اختلف الأخين تويكس ففصلوا إنتاجهم عن بعض، وكل واحد فيهم حب يعمل أحلى صباع شوكولاتة. بس اللي حصل إنه اللي على اليمين حط كراميل على البسكوت، وبالصدفة اللي على الشمال عمل زيه. اللي على اليمين غرق الصباع في الشوكولاتة، واللي على الشمال برضه عمل كده، فطلعوا الصباعين زي بعض بالظبط. تويكس كل صباع أحلى من التاني. أوردر محي الدين. غيرت انت الشفت بتاعك وصدقتني بتاكشا بي سي 1 لين برجر بيكلز اونلي. موبايلات العشق والهوا ضح، ورسائل الحب واللايكات بقت فعل ماضي. يا بنت ده انا الكارت اللي بشحنه عليك من هنا بيتشفط كله عليك من هنا. ثانك يو ثانك يو. سلام عليكم يا صاحبي، لا مؤاخذة اللي بكيت على اللحظة الحساسة دي. ايه ده؟ انا عسيلة بتاع الفيس. اصلي كنت رمى ودني بالصدفة وسمعت ان عندك مشكلة. طب قول يا عسيلة. الحنين شكله كارت. اسمع يا صاحبي، فودافون عملت نظام اسمه كله لكل عملاء الكارت، 60 دقيقة 60 رسالة 6 ميجا انترنت، كله في نظام واحد بثلاثة جنيه في اليوم. أصاحبي بي سي ثانك يو. أحببت أفودافون. أهلا، العزومة حلوة خالص، أنا بعمل أحسن منها، شكلنا هنتسلى. ما تقلقيش هننضفها على طول. ديتول بس ده كفاية. اكيد بنقدم لك ديتول 4 في 1 الجديد، بيزيل البقع وبيقضي على الجراثيم وبيلمع ويعطر. هايل، نظافة ما حصلتش بجد، نظافة ما حصلتش. ديتول 4 في 1 الجديد. ساعات كتير التوتر بيخليك مش عارف تكمل، بتبقى قلقان والضغط بيزيد، بس لو كملت بكل شجاعة هتوصل مستحيل. أهم حاجة وانت بتاخد النفس ده ما تنساش قدراتك، خد نفس عميق وما تستناش. بريل نزل لكو حجم جديد ب2 جنيه. بريل نمرة واحد في إزالة الدهون في مصر. كتير من فاقد البصر ممكن ما يكملوش حياتهم كده. في مصر الخير بنعمل عمليات إعادة إبصار لكتير من الأطفال، والأول مرة هنشوف الفرحة في عينيهم. هيتعلموا ويرسموا. اسأل نفسك، هو في خير تعمله أجمل من إنك ترجع لطفل نور عينيه؟ اتبرع على حساب 100 في جميع البنوك المصرية، أو اتصل على 16140 يصلك مندوبنا. مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. أبو حفيظة؟ تقدر تلمسي مناخيرك بلسانك؟ صعبة صح؟ نفس الكلام، في أماكن من المستحيل توصل لها المنظفات العادية. هاربيك باور بلس بيديكي نظافة أحسن بخمس مرات من فوق لغاية القاع، وبيقتل كل الجراثيم وبيخلي حمامك نظيف تماما وريحته كمان حلوة. ما تحاوليش، هاربيك بس اللي يقدر. ودلوقتي حجم جديد ب4 جنيه. برج الأسد. يلا مبسوط، عجبتكم الشاورما؟ طب خدوا حلو بقى. يتميز بقر الأسد بالكرم. وخلي لك يا معلم بنظام الشماريخ اللي في الجراج، خد اللي انت عاوزه بس بره حبيبي. احرص انثى الاسد على تألقها، ارجع للدقر، اشرب بيرل واستذكر. يعني ايه؟ يعني استرجل. كل يوم 20 مليون ام بيتأكدوا ان يومنا بيبتدي بطريقة صحية، وبيدون لمستهم لأعلى نظافة وأكبر عناية.
ان في 20 مليون ام في الشرق الاوسط بيثقوا في ديتول. طيب وانت؟ طول عمري بحب تصميم الملابس. النهارده قررت افتح معرض لشغلي واشارك انجازاتي مع العالم. ساعات بتقابلني صعوبات، بس من ساعة ما رجعت الاريال ما بخليش حاجة تقف في طريقي. عشان اريال بالمايكرو بوسترز بيشيل اصعب البقع احسن من اي مسحوق تاني عالي الجودة. احساس هايل اني اشوف شغلي تحت الاضواء. احسن نظافة اريال وبس. سباركل الغذاء الحقيقي بزيت المنتج الطبيعي. ماشي ماشي سباركل جربي هتغيري اللي تعودتي عليه. افضل نظافة اريال وبس. ابعت رسالة فيها كلمة ديمو واسمك على رقم 95239. ديمو لكل المصري. جهينة زين مفيش جرام زيادة. اوكسي تين وايت الجديد الوحيد بتكنولوجيا تين وايت المتطورة. بياض ونظافة اوكسي وبس قدها. لأنه خالي من الألوان والنكهة الصناعية والمواد الحافظة. تويكس طبيعي طيب. ارجع أسد وهات فيركتا من أي صيدلية. فيركتا أسد لبشرة ناعمة كل فين ببشرتك تهتم. كوكاكولا عيش لنتعش. مشاهدينا نحييكم من جديد. صابر عيد المتهم الذي كان يطلق الرصاص ببندقيته من وسط الشارع. صابر عيد تم التوصل للسيارة اللي كانت معاه في المظاهرة. مراسلنا احمد عبد الحليم. احمد معايا؟ احمد سلامي. احمد نحاول نشوف السيارة. دي السيارة دي سيارة صابر عيد يا احمد مش كده؟ بالفعل دي سيارة صابر عيد الجيب. كان ذكر مع حضرتك ايضا سيارة ليبرتي سودا جاري البحث عنها، ولكن تم ضبط السيارة. طب ما تبقى اوضاعه المالية كويسة يعني؟ هناك طرفة في هذا الموضوع ان السيارة التي جد امام حضرتك الذي قام صابر عيد بشرائها من احد الاشخاص بمنطقة عرب الحصن قال امام شرطة مباحث المطرية بقيادة المقدم وائل متولي ان ما زال لدى صابر الدين بقيمة 1000 جنيه من ثمن السيارة. بقيمة كام؟ 100,000 جنيه. مازال له باقي عند صابر عيد 100,000 جنيه، ولكن السيارة باسم صابر عيد وتم إلقاء ضبطها بمنطقة. بس هو استخدم السيارة الجيب دي في المظاهرة. السيارة الجيب نهى عنها صابر عيد وكانت تسير معه في المظاهرة، فهي السيارة التي أوصلته من الأمريكا كما قال إلى منطقة غمرة في اتجاه قسم الأزبكية. طيب احمد كمان في عصابة تم القبض عليها كمان عشان الحقيقة الفلوس هي بالفعل ايه طبيعتها؟ بالفعل استاذ وائل رغم المظاهرات والمسيرات والهتافات ضد الجيش والشرطة فقد القت مباحث الاسكندرية بقيادة اللواء ناصر العبد تحت اشراف اللواء من الزين مدير امن الاسكندرية القبض على عصابة لتمويل الاموال من عملات مختلفة بمنطقة منية البصل بالاسكندرية، وكان بحوزتهم عملات مختلفة وصلت لأكثر من 15 مليون جنيه مصري. المتهمون الثلاثة عبد اللطيف. لا بس العملات دي مش مزورة، عملات سليمة. حكم لحضرتك استاذ وائل بتفصيلات العملات، لكن الاهم في هذا الموضوع ان المتهم الاول في هذه القضية هو عبد اللطيف سرور عبد اللطيف 33 سنة. سبق التهم بالمشاركة في مظاهرات الإخوان بالمنصورة في القضية رقم 18013. ده اللي هو لابس الجلابية البيضاء؟ اللي هو لابس التيشيرت أو الجلابية البيضاء. هناك السيارة إسلام محمد إبراهيم عبد السيارة لانسر وهو أيضا من المنصورة. عبد الرحيم السيد حسن صاحب شركة ملابس وهو أيضا من المنصورة.
والعملات الصينية هي 1,900,000 ريال سعودي، 2,600,000 دينار عراقي، 87,000 قطري، 87,000 دينار بحريني. بيعملوا بيها ايه يا احمد؟ مع حلم حدق سوزان هم اعترفوا ان هم شايلين الشنطة لتوصيلها الى احد الاشخاص مطار برج العرب، اعترفوا بذلك، ولكنهم انكروا معرفتهم بقيمة المبالغ التي كانت معهم داخل الشنطة. وهناك تحريات من مباحث الامن الوطني لمعرفة الحقيقة في هذا الموضوع بعد عرضهم على النيابة في المحضر الذي لا يعني ايه الجريمة هنا انهم يتمسكوا معهم الفلوس دي؟ تهريب اموال، وخاصة ان هناك عبد اللطيف احد المشاركين في مطارات الاخوان. يعني هم مطلعينها من المطار يعني بيوصلوها لحد في برج العرب بالاسكندرية، يبدو انها للصرف على مظاهرات ومسيرات الاخوان خلال الفترة القادمة. طيب احمد ايضا استاذ وائل، ايضا هناك اليوم لقي احد الاشقياء مطلعه في تبادل لاطلاق النار مع قوات حرس الحدود بمنطقة الغراديق بالعالمين التابعة لمرسى مطروح، وتم ضبط بحوزات وست بنادق آلية وذخيرة. ست بنادق آلية. طيب ده على منطقة الحدود يعني الغراديق بالعالمين. طيب. بعد أن تبادل إطلاق النار مع قوات حرس الحدود وتم ضبط بحوزات وست بنادق آلية وأيضا ذخيرة. أحمد عبد الحليم من فريق الإعداد أحمد ألف شكر. كمان في مشاهد انفردنا بها لوزير الطيران المهندس عبد العزيز فاضل، يعني كان بيتجول في المطار فوجد انه يعني حتى الكاميرات اللي هي المتعلقة بالمراقبة الضباط مش موجودين عليها، وبالتالي يعني هتشوفوا ده في المشاهد التي ننفرد بها. ايه بيمر معانا اهوت؟ ما بيجي حضرتك عندك عينيه خلاص الفرق هنا. لو حد خدك اسمه تسيب. اسمه تسيب. اسمه ايه؟ تسيب. ماشي يا فندم، حاضر. ضعف اضاءه وتسيب. هذه الكاميرات دي متكلفه قد ايه؟ طبعا. يعني حتى الاثنين ده بتاع مين الموجود ده بتاع الشرطه الموجود. شوف مفيش بديل؟ ما هو دليل ثلاثة حضرتك بتدرس. تعالى يا مو انت تبع ادارة ايه؟ امن الطيران. نفس الادارة فاهم؟ احمد سعيد مراسلنا من مطار القاهرة. احمد اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل. احمد انا شايف هنا وزير الطيران دخل ما لقاش الضباط قاعدين على كاميرات المراقبه، طب بتعمل ايه الكاميرات اذا يعني؟ بالظبط هو ده نفس السؤال اللي سأل وزير الطيران للمسؤولين عن صاله المواسم او صاله سفر الحجاج. هو الحقيقه الوزير بيقوم من جولتين لثلاث جولات كل اسبوع لمطار القاهره والمطارات الاقليميه، لكن هو ركز الاسبوع ده على صاله المواسم اللي بتشهد سفر الحجاج الى الاراضي المقدسه. وهو دخل صاله المراقبه الكاميرات، الحقيقه الاوضه دي اوضه مراقبه الكاميرات او اوضه كاميرات المراقبه تم تكسيفها او تركيبها خلال الفتره اللي فاتت، طبعا متكلفه الاف الجنيهات وكاميرات عاليه جدا حديثه جدا. دخل عشان يتفقد الغرفه ويراجع تامين الركاب، ما لقاش اي حد، لا لقى الضباط ولا لقى الناس اللي قاعده على الكاميرات، فكانت مفاجاه كبيره جدا بالنسبه له. طبعا يعني ده يعني اذا انا عامل وحده مراقبه وكاميرات ومتكلفه اموالا طائلة، تكلفت اموالا طائلة وبعد كده مفيش حد عليها، يعني يبقى وبعدين ده معناه انه تسيب مش لحظي، يعني انه كان موجودا من قبل، يعني زي ما بنكشف زي ما بنؤكد على الدور الايجابي للبعض، بس كمان لما يبقى في دور سلبي بهذا الشكل لابد ان نكشفه. يعني احمد هل تم اتخاذ اجراءات يا احمد؟ طيب احمد سعيد مندوبنا في مطار القاهرة ألف شوب. نهي لها وضع خاص، انتوا عارفين نهي عدد المؤيدين لجماعة الإخوان والجماعة الإسلامية أعداد كبيرة، ونهي في مشكلة تتعلق بأنه كمان يعني كان في إشعال النار في اسم أو في نقطة شرطة نهي، بالإضافة لمذبحة كرداسة الشهيرة، كرداسة ونهية متجاورتان، وإنه اللي نفذوا العملية يعني اختلط البعض من كرداسة
ومن ناهية وتاني بقول في أي معالجات لأي قضايا تتعلق بكرداسة نحن لا نسيء لكل أهالي كرداسة، وفي أي معالجات تتعلق بناهية نحن لا نسيء لكل أهالي ناهية، حتى لا يزايد علينا البعض. إذا قلت في بلطجية من الجيزة مش معناه أن كل الجيزة بلطجية، وإذا قلنا أن في من قتل وحمل السلاح وأشعل النار في المنشآت العامة وذبح في ناهية وفي كرداسة ده لا يسيء للجميع، لكن لن نتوقف عن المطالبة بتسليم المجرمين والقتلة والسفاحين. تعالوا نشوف في مظاهرة كانت لتأييد الفريق أول عبد الفتاح السيسي لتأييد القوات المسلحة، وبعدها في مظاهرة تانية لتأييد محمد مرسي الرئيس المعزول، وشوفوا ازاي حصلت اشتباكات بين المظاهرتين. بس تعالوا نشوف مظاهرة من أهالي ناهية تأييدا للقوات المسلحة وللفريق أول عبد الفتاح السيسي ولتوصيل رسالة اللي أنا كنت بقولها من شوية، إنه ناهية كلها ليست ضد القوات المسلحة، ناهية كلها مع ليست ضد 30/6. تعالوا نشوف مظاهرات أهالي ناهية المؤيدة للقوات المسلحة. انا نازله النهارده وبحيي السيسي انا وعائلة ابو العزم، وبقول له بنحبك يا سيسي. المصيره دي اساسها احنا اللي عاملينها، مش شحايته، الشحايته هي اللي عامله المصيره، احنا مع السيسي لحد اخر يوم في عمرنا. ناهية مش ارهاب، بقول للاخوان المسلمين ان ده مش انقلاب عسكري، ده عقاب ليكم ربنا اداكم وانتم ما قدرتوش تصونوا. نزلت النهارده عشان اعبر عما يجيش به صدري واقول ان ناهية بلد برلمانيه وليست ارهابيه، ناهية ذات التاريخ المشرف، ما لا ماضي له لا حاضر له، ناهية لها تاريخ منذ سنة 1836 لم يمر عليها عام واحد ولا دولة برلمانية واحدة إلا ومن مثلها منها في البرلمان من أهلها. أنا نازل النهاردة عشان أقول إن الشعب والجيش والشرطة إيد واحدة، وإن إحنا ضد الإرهاب وضد كل من بيقتل وضد العنف، وعايزين ديمقراطية وعايزين حياة سلمية. إحنا نازلين النهاردة بنقول ناهية مش إرهابية، ناهية إنتاجية، ناهية ديمقراطية، ناهية خرجت علماء كتير، ناهية بلد محترمة فيها ناس غلطت هتتحاسب، فيها ناس ولعت هتتحاسب. بشكر محمد بدر صاحب التقارير المميزة. بس شفته دي أنا بعتبرها أهم مظاهرة في الأيام الأخيرة. لماذا؟ لأنها تنطلق من ناهية تحديدا، ناهية التي يحاول أن يوصمها البعض بأنها معقل فقط للإخوان المسلمين وللجماعة الإسلامية، وده شفته الكلام اللي قاله أحد المتظاهرين، وشايفين الأب كمان اللي فوضناك للتصدي للعنف والإرهاب، وشايفين الحماسة عند الأب إلى حد تعليق صورة الفريق أول عبد الفتاح السيسي لتأييد القوات المسلحة وليس للشخصنة، فوضناك للتصدي للإرهاب. لما تنطلق من ناهية تحديدا تكتسب هذه المظاهرة أهمية. ما سابوهمش في حالهم، في طبعا عدد كبير من المؤيدين للإخوان ولمحمد مرسي في ناهية، ما فيش مشكلة أيده كما تشاء، لكن لا داعي للاصطدام بمظاهرة تؤيد القوات المسلحة. إلى هذا الحد تكره تأييد القوات المسلحة؟ تعالوا نشوف يعني محاولة للصدام بين مظاهرتين، التي تؤيد القوات المسلحة والتي تؤيد الرئيس المعزول محمد مرسي.
شايفين الشومه اللي داخله في الكاميرا. طبعا يعني مراسلنا محمد بدر لما علموا بوجوده كان في ايضا محاوله لاعتداء عليه، وزي ما انتم شايفين ادي الشومه، ادي العصاية، شومه كبيره اهي داخله. طيب ايد محمد مرسي كما تشاء، لكن يعني لا داعي للاعتداء على من يؤيدون القوات المسلحة وثورة 30/6 التي تمثل الإرادة الشعبية الحقيقية. احنا شايفين اهوت المشاهد دي، مظاهرة لتأييد الفريق أول عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، خاصة انه نهي تحديدا بتتهم يعني انها كلها معقل للإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، فهم بيقولوا لا مش كل ناهية، بالإضافة إلى أنه كمان أهالي ناهية يطالبون بتسليم القتلة والسفاحين الذين ارتكبوا المجازر الوحشية. تعالوا نشوف تأجيل محاكمة رئيس الأسبق مبارك ونجلي في قضية قتل المتظاهرين، وكذلك وزير الداخلية اللواء حبيب العدلي وستة من كبار مساعديه. أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم سابع جلسات إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن إلى 19 من أكتوبر القادم، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته حبيب العدلي وستة من مساعديه السابقين بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير والإضرار بالمال العام. وحفاظا على الأمن القومي تقرر إيقاف البث المباشر في جلسات 19 و20 و21 من أكتوبر القادم مع حظر النشر في الجلسات، وتكليف النائب بتفعيل القانون للمخالفين لقرار حظر النشر. القضية كانت مؤجلة لجلسة اليوم عشان الخبراء يحلفوا اليمين أمام المحكمة والمحكمة تستجوبهم أو تسأل عنهم وتشوف السي في. استبعدت 2 من الخبراء وتأجلت لجلسة 19/10 لانتداب 2 من الخبراء اللي هي بدل اللي استبعدتهم، وسماع شهادة اللواء مراد موافي واللي هو مدير الأمن الوطني السابق اللي هو مدير المخابرات. هم 2 تم استبدالهم واستبعادهم من اللجنة الفنية المنتدبة، لأن هم 2 اللي موجودين اللي تم استبعادهم سبق لهم أن أبدوا تقريرا في قضايا مرتبطة بقضية القرن وقضية مبارك، فلا يجوز للمحكمة أن تنتدب أحد الخبراء الذي سبق له أن أبدى تقريرا فيما سبق في قضايا مرتبطة بهذه القضية. كما شهدت ساحة المحكمة من الخارج وجودا لأنصار مبارك الذين جاءوا منذ صباح اليوم تضامنا معه، إضافة إلى بعض أهالي شهداء ثورة 25 يناير، وحدثت بعض المشادات بين أنصار مبارك وفتاة من معارضيه. جاي متعاطف مع الرئيس حسني مبارك، لاني انا بقارن بين 30 سنة وبين السنة اللي مسكها الرئيس المعزول، بلاقي نفسي يعني بصراحة انا سني 50 سنة ما شفتش الذل والعار في السنة اللي هو مسكها محمد مرسي. ملناش مطالب ان الحقيقة تبان وهي بانت، احنا عارفين كويس ان كل اللي حصل في مصر من اول يناير اي قتل اي خراب الاخوان هم المسؤولين عنه، ماله الرئيس وما الحكايه دي؟ ففي خيانه عظمى، لا احنا عارفين نجيب حقنا ولا بايدينا الا الدعاء لله والبكاء وصابرين لغايه ما ربنا يجيب لنا حقنا، ولو ما جاش حقنا في الدنيا برضو احنا هندور القضية. انا عن نفسي هطالب المحامي ولو بذاتي هجري وهشوف محكمة العدل الدولية دي فين. عارفين الاخوان دايما بيتهموا خصومهم، دول عاوزين يعيدوا النظام الاسبق، عاوزين يعيدوا نظام مبارك. يعني عايز اقول الاخوان يعني مبارك لم يحظى بشعبية طيلة حياته، لكن بسبب فشل الاخوان هم اللي خلوا لمبارك شعبية للأسف الشديد الان، فشلهم السياسي والامني بالاضافة الى تقسيمهم للمجتمع المصري. يعني هم الذين يتهمون خصومهم بانهم عاوزين يرجعوا النظام السابق، ده انتوا
اللي خليته الجمل اللي احنا سمعناها في هذا التقرير منذ قليل. عليهم ان يتأملوا في المشهد. الاخوان فشلوا، والفشل في حد ذاته يعني قضية يمكن ان نناقشها، لكن الاخطر هو ان الاخوان قسموا الشعب المصري ووضعوا مصر على حافة الحرب الاهلية، ولولا ثورة 30/6 لدخلت مصر في نزيف دموي لا يمكن ابدا ان يتوقف، بالاضافة الى انه ثورة 30/6 كانت تحديا للامريكان، هي تأكيد للاستقلال الوطني واستقلال مصر عن الولايات المتحدة الأمريكية وعن التبعية للولايات المتحدة الأمريكية. بعد الفاصل وزير الخارجية نبيل فهمي هيكون معانا، طرحنا عليه كل الأسئلة المتعلقة بأولا أنه هل تتآمر قطر على مصر؟ هل تسعى حماس لتفجير الأوضاع في مصر؟ لماذا لم تعد مصر السفير المصري إلى تركيا كما أعادت تركيا سفيرها الى مصر؟ عنده كلام مهم جدا يتعلق بهذه القضية. هل ما زالت الولايات المتحدة الامريكية تتآمر على مصر حتى الان؟ هل ما زالت الدول الاوروبية ايضا تتآمر على مصر؟ لماذا لم يذهب رئيس الجمهورية كما اعلن لالقاء كلمة مصر في الامم المتحدة؟ هل خاف من مظاهرات الاخوان التي هددوا بها، ولا فشلوا في عقد لقاءات سياسية مع عدد كبير من الدول له، ولا ايه بالظبط؟ كمان هل تم اخوانة وزارة الخارجية؟ واجهناه ببعض الاسماء وببعض المستندات، فتحدث بوضوح بعد الفاصل وزير الخارجية السيد نبيل فهمي.